مدارس أغلقت إجباريا لتسلل الميليشيات إليها كمدرسة رمة، وأخرى تعرضت للقصف فيما دمرت بعضها كمدرسة الوبح، ضمن مسلسل انتهاكات الإنقلابيين المستمرة بحق أبناء الضالع. لكن ذلك لن يقف حجر عثرة، فالعملية التعليمية مستمرة. وعندما تمكننا من التحرير بدأ النشاط الآن يعيد نفسه، وبدأ الطلاب يتفاعلوا، وبدأت النجاحات تتحقق في إطار المديري، وإن شاء الله نصل إلى مستوى أعلى حتى ننافس على مستوى المحافظة. أنشطة مدرسية ومسابقات علمية جرت لعدد ما يقارب 50 مدرسة في مديرية قعطبة، بهدف خلق روح التنافس الإيجابي والدفع بالعملية التعليمية بحسب القائمين عليها. رغم القصف والدمار الذي لحق بالمدارس مدارس مديرية قعطبة، إلا أن التربية والتعليم في مديرية قعطبة، المعلمون في مديرية قعطبة، مدير التربية في مديرية قعطبة، الكل مصممون على رسم مستقبل هذا الجيل الصاعد، الجيل الناشئ في هذه المديرية الأبية الصامدة أمام العدوان الحوث الفاشي. رغم المنغصات الناجمة عن الحرب التي خلفت مآلات أليمة، إلا أن التربويين مصممون لرسم معالم غد أفضل يقوده جيل متسلح بالعلم والمعرفة، وسط مطالبات للحكومة الشرعية للاهتمام بالمناطق المحررة من أجل رفع مستوى الطلاب التعليمي والثقافي. نؤدي واجبنا على أحسن وجه، إلا أن هناك ظاهرة المرتبات التي تأخرت خلال الشهر هذا. نتوجه إلى المسؤولين بالمحافظة المديرية بإنجاز هذه المهمة من أجل سير العملية التعليمية على أحسن وجه. يد تدافع وأخرى تصنع بالعلم مستقبلها، وبهذه اليدين يكتمل البناء. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع.